السلام عليكم الاخوان، مرحبا بالجميع. اخر اخويا ما كاين ثاني في البوبر، شحال مو كان كيتسنى فيها رجعات اخر لاريفاج 2025 رو هذا، ولكن ما كان الانسان كيتسنى عندنا في المحل ديالنا. ها هي اخويا راه دخلات، وغنخلي لكم اللوينات ديالها كلشي، راه ندير لكم واحد الفيديو خفيف ظريف غير نذكر بالناس الاخوان اللي ما كانش عارف، ونوري الامور ديالهم كلها. والله يسخر، نجيبوا واحد الدوائر خفيفه على الموتور. وراه مرحبا بالجميع، توكلوا على الله. مرحبا بالجميع. بالنسبه اول حاجه نذكركم بها، بالنسبه للريزيرفاسيون راه كاين اللي ممكن نقول لكم ضروري خصك الانسان يتصل بيا. علاش؟ بعد خطره الانسان كيكون ضاغط في الواتساب، اللهم الانسان راه يتصل. راه مرحبا بالجميع، ونقضوا الغرض حنا. مهم اهم حاجه كما كتعرفوا علينا راه هو الثقه، وتقضي غرضك وتمشي فرحان ناشط. ومرحبا بالجميع، الله يسخر الامور. كما كتعرفوا معنا البوبر كيجينا على هذا الشكل، البارابور ديالو تبارك الله لاد كيجينا على هذا الشكل ديال الضحايكه، السينيالات هنايا دايما واليسر كتجينا هاد السيكات رونفورسي. بالنسبة للجوان ديالها كيما كتعرفو 110 90 17، الفرانديس قدام واللور، هذا هو لافونتاج ديالها. بالنسبة لهاد الفيرسون ديال بحال هكا الكلاسيك فيهم هادي فرانديس قدام واللور. وعندنا كذلك بالنسبة لأول ميزة اللي زادو في 2025 هي هاد الكراش بار هنايا لهاد الشكيل، زادو هادي اول حاجه. والفران كما كنتو تعرفوا راه سي بي اس، هذا هو المونتاج في الفران اللي عند سيماشي، راه سي بي اس تقريبا جميع الموديلات ديالها. وزادونا كذلك هنايا البلاصت واش دير السيكان ديالك هنا في الجناب. وكاين عندنا بالنسبه للكونتاك ديالها راه بدلو كالاخر سامبل، هذا راه بدلو في هاد لاريفاج الاخراني. والكيدون بالنسبه للكيدون ديالها راه ولا كيجينا الومنيوم 100% على كان الاولاني كيسطي شحال من هاد الشكال. بالنسبه للماكينه ديالها راه لومبرياج 5 فيتاس برومير تحت داكشي كما تعرفوا، وزيد فيها المانيفير الدار لاكا وخوالك البادر ولا نسيتي الموتور اماش، راه كاين هنايا المانيفير كيعاون الموتور. بالنسبه للرويده اللورانيه تايره كذلك 17، الانسان يعرف حتى هي راه تقريبا 130 80 17. اللي باغي الريفيرونس لا قدر الله واش يشري عليه الفلوق راه هو هذا، كتجينا الفرانديس كذلك. بالنسبه لهنا اللور راه كتجينا بحال هاد الشكيل هادي الحمد لله، الفيروش ديالها بحال هكا الشكيل على شكل دواره، السينيال ديالها هنا راه في الجنب. بالنسبه للريزيرفوار ديالها كتجينا بحال هاد الشكيل، يعني راه داروا لها هاد الكاش بالنسبه للركابي ديالك اللي درتي هنايا كيجي. الكوسان ديالها راه بحال هكا، الكوسان ديالها كلاسيك 100%. بالنسبه للبلاطو ديالها راه على الشكل كيجينا كبير على حساب البروميان ديالها باش كيعاون كيكون حتى الديبار. بالنسبه للبوست بيك ديالها بحال هكا كذلك، دوزيام بلاص حتى هو. والحمد لله كما كتعرفوا راه عندنا الفيديو السابق ديالها، كان اللي بغى كاع يتاكد ويشوف الامور ديالها يعرف الفيديو 100%. هذا غير توضيح وكتذكر الناس اللي ما كانش عارفين البوبر، ما هي الحمد لله راه مابقاش اقبال. بالنسبه للدراري ديال الريزيرفاسيون راه النمر ديسبونيبل، وراه بالنسبه للالوان غنخليهم لك راه 5 الوان ولا 4. بالنسبه للكونتور ديالها راه ديجيتال. بالنسبه للماكينه ديالها راه لومبرياج 5 فيتاس برومير تحت داكشي كما تعرفوا، وزيد فيها المانيفير قدر الله كاع وخوالك الباتر ولا نسيتي الموتور اماش، راه كاين هنايا المانيفير كيعاون الموتور. بالنسبه للرويده اللورانيه تايره كذلك 17، الانسان يعرف حتى هي راه تقريبا 130 80 17. اللي باغي الريفيرونس لا قدر الله واش يشري عليه الفلوق راه هو هذا، كتجينا الفرانديس كذلك. بالنسبه لهنا اللور راه كتجينا بحال هاد الشكيل هادي الحمد لله، الفيروش ديالها بحال هكا الشكيل على شكل دواره، السينيال ديالها هنا راه في الجنب. بالنسبه للريزيرفوار ديالها كتجينا بحال هاد الشكيل، يعني راه داروا لها هاد الكاش
بالنسبه للركابي ديالك اللي درتي هنايا كيجي كوسان ديالها راه بحالك كوسان ديالها كلاسيك 100%. بالنسبه للبلاطو ديالها راه على هذا الشكل كيجينا كبير على حساب البروميان ديالها باش كيعاونك تكون حتى الديبار. بالنسبه للبوس بيك ديالها بحالك كذلك دوزيام بلاص حتى هو. والحمد لله كما كتعرفوا راه عندنا الفيديو السابق ديالها ثاني اللي بغى كاع يتاكد ويشوف الامور ديالها يعرف الفيديو 100%. هذا غير توضيح وكتذكر الناس اللي ما كانش عارفين البوبر ما هي الحمد لله راه بقاش اقبال. بالنسبه للدراري ديال الريزيرفاسيون راه النيميرو ديسبونيبل وراه بالنسبه للالوان غنخليهم لك راه 5 الوان ولا 4. بالنسبه للكونتور ديالها راه ديجيتال. بالنسبه للالوان ديالها راه كاين تبارك الله هذا اللون الله مبارك داخل بالبيض بالبيج كاين عندنا الفير ميليتير وكاين نوار ماش والجريناردو. وراه حنا كنتواجدوا في كازا الدريسيه ومرحبا بجميع الله يسخر الامور مرحبا.